التجول في شوارع مراكش الحيوية يأخذك في رحلة استكشافية إلى عالم الجلابة، حيث يتم وضع كل غرزة بعناية، مما يخلق أنماطاً وتصميماً معقداً يلمع في الضوء. تضاف إلى ذلك الزخارف والزخرفات بنفس العناية، مما يمنح لمسة من البريق والجاذبية للأقمشة الملونة بشكل غني. الجلابيب المتدفقة بألوان الأبيض والأزرق الداكن والأحمر الزاهي، كل منها شاهد فريد وجميل على التراث المغربي الأصيل. وعندما يتم الانتهاء من الثوب فإنه مشهد لا ينسى. لذلك في المرة القادمة التي ترى فيها الجلابة المغربية، تذكر الحرفية والمهارة التي ذهبت في إنشائها، احتفالا بالتقاليد والجمال المنسوج في نسيج الثقافة المغربية، وشاهد على التراث المستمر لهذه الحرفة العريقة.